السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم ردة فعل هذا الفيديو، فشاهدوا معنا وشكرا لكم. عبد المجيد تبون في موسكو هي أول زيارة دولة للرئيس الجزائري إلى روسيا منذ 15 عاماً، زيارة تاريخية مثمرة تأتي في سياق دولي حساس، وتؤكد التزام الجزائر بالتوجه نحو التعاون مع شريكها الاستراتيجي. أريد أن أشكر الرئيس الجزائري على أنه وجد وقتاً لزيارتنا. جميع الحاضرين هنا يفهمون ماذا يعني القدوم إلى روسيا الآن، وخاصة زيارة هذه الفعالية والحضور معنا هنا. وهنا تحديداً تكمن صفات القيادة والشخصية القوية واحترام المصالح القومية لبلده. علاقاتنا مع الجزائر عريقة وموغلة في القدم، ونكن المحبة للشعب الجزائري. أثارت الزيارة تحفظات الأوساط السياسية والإعلامية في الغرب، إلا أن تصريح الرئيس الجزائري شكل رداً صريحاً على هذه الضغوطات الهائلة. أرد على ذلك بكلمة واحدة، أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم.